الغنية خلصت وأنا لحنتها، بس ما حدا بيقدر يغنيها. يمكن المشكلة فيني أنا، ما عم تزبط معي. طبعاً هالشي ممكن. الله يسامحك أنور، عم تمزح مو؟ أكيد طبعاً عم بمزح، أنا متأكد إنه اللحن بجنن. أما بالنسبة لمشكلة اللي بده يغني، خلينا نفكر إلا ما نلاقي شي حدا. لسه معنا شوية وقت ما؟ بعدين هديك البنت رح تندم على اللي عملته. بكرة لما تصيري ملحنة مشهورة حتصير تنطح راسها بالحيطان لأنه روحت على حالة فرصة الشغل معك. بتشوفي؟ عن جد شكراً، لما بتكون معي بحس إنه أي مشكلة ما عاد مهمة بنوب. لأنها مو مهمة، أنت جبتيني لهون بلا طعمة، وبما أنه ما إلي شغل هون فرح تطلبي لي قهوة، لأنه اللي شربته ما لا قهوة أبداً. طيب تكرم عينك، في مكان كتير حلو قريب من هون، بتروح عليه؟ أوكي. بدي يكون كل شي كامل مكمل، ما رح اتحمل تقصير بنوب. نحن رح نكون عند حسن ظنك مثل ما عملنا مع الست سيتاريا. انتي رح تريحيني، انا تعبت كتير من الركض من مكان لمكان. طيب انتي نقيتي شي من الكتالوج اللي قدامك ست ياسمين؟ بصراحة خياراتكن حلوة كتير، رح اطلع عليهن ونقي شوية شغلات من بيناتكن. انا حساعدك اذا بدك، شو رأيك بهي؟ لا هي ما رح تزبط، مراد ما بيحب اللون الأزرق. سجلي هاي بملاحظاتك رجاءً. برأيي هاي حلوة. بس أنا ما بحب الأزرق. ويا ترى الأزرق بيعرف هالشي؟ ما بعرف. لبت لك كتير. لكن حأشتريها. بقديش أختي؟ 50. شكراً. ايه بكفي بقى، حابب نتسلى مع بعض ولا ما بدك؟ ايه اكيد بدي، بس انا مو متعود اخذ اجازه بقلب اليوم، بتوتر غصبا عني. لا ايه هالشي منيح انك تطلع لاول مره اجازه بنهار من شاني، هالشي بيسعدني. وانا كمان بتشكرك. هات لشوف. شو هاي؟ اول شي لازم تخلص من القيود تبعك لحتى انت تكون حر، لازم تقيم كل شي بقيدك، كل شي حتى تتحرر. ايه طيب كيف بدي اعرف الوقت؟ هي رح تبقى معي، بس رح رجعلك اياها لا تقلق. طيب رح تعرف الوقت اذا طلعت على الشمس، لانه اكيد ما طلعت عليها من وقت طويل، واكيد هلا عم ذكرك. Thank you.
بعد لشوف. الشوكولا بتروح الاكتئاب. هاي الشنتاية مثل البير ما شاء الله. أنا قلت لك من قبل، أنا بضل بفتل على طول بحسب مزاجي، بروح على المكان اللي بدي إياه وبعمل اللي بدي إياه وباكل بسكوت مع شوكولا بهالمكان. يمكن أنت ما تكون منتبه، بس نحنا عم نتطلع على أغلى مكان بالعالم. خد لشوف يا أكابر. يعني هالمنظر قصدك بده بسكوت؟ البسكوت طيب دائماً، فيك تقول إنه هو معجزة. لنشوف. كيف طعمته؟ شو الظاهر مؤكل بسكوت بزغرة؟ ليك هذا الشيء سيء. شو عم تعملي؟ أنا عم أخذ من إيدك آخر قطعة تركت لك إياها الحياة لتقدرها. يعني؟ يعني لما بقول لك كور رح تاكل. طيب. طيب مثل ما بدك. بتشكرك. ليش؟ لأني أخذت البسكوتة؟ لا، من 45 سنة ما شفت المدينة هيك. هالشي منيح. بالفعل اسطنبول أحلى مدينة بالعالم كله. شكراً. شكراً. فيني اتطلع على الساعة هلأ؟ خير، شو في؟ يلا خليني وصلك. بكرة اليوم عندي شغل. يلا. طيب موافقة، بس كول بسكوتك الأول. خد لشوف رقم تليفوني، دق لي وقت تحتاجني. عندك اسمين؟ شو هذا سوس؟ ما بتعرف هذا الشيء كمان؟ لا. SOS يعني النجدة. يعني فيك تقول انه انا نجدة. طيب حاكيني لما تكون متضايق. في كتير لسه جمال لازم تشوفه بهالمدينة. شو كنيتك؟ ما حتقولي لي؟ لا ما رح أقول، إذا اتصلت رح تعرف، وإذا ما اتصلت فما رح يهم. طالما ما قدرت تتحمل معناتها ما فيك تاخد موقف، وهذا الشي شو بيعني؟ سيموش؟ بهار أمي شو صاير معك؟ بنتي. تعالي 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 فوتي لجوا. بنتي. يا الله شو صاير معك؟ فيصل اللي عمل هيك؟ فوتي على مهلك، فوتي لحتى شوف شو صاير معك. فيصل اللي عملها؟ ولك الله يكسر ايده، وشك صار ازرق. امي انت كيف بتسمحي له انه يمد ايده عليك ويعمل هيك؟ كيف؟
Yine döndüm geldim sana gözleri bulu bayram nereye nerelere gitsem hasretim tüter duman duman nereye nerelere gitsem şehrim İstanbul var. هل قديش الساعة معك منيح؟ عفوا؟ قلت لك قديش الساعة؟ 9:25. يعني أنت من الأعراف؟ ها؟ واضح إنه وشك مثل العجين المنفوش، والليل هو يلي خلى صباحك سعيد. قلت لي و25، يعني في عندك أماكن كتير لسه بدك تروح عليها اليوم. واضح إنك لسه ما رحت على شغلك، يعني أنت من العراف؟ كيف يعني؟ بعض الأحيان بيصير الوقت غالي عند الإنسان وما بده إياه يمضى أبداً. وبنفس الوقت منكون مو حابين نعمل شيء. أنت برأيك شو ممكن نعمل بهيك وضع؟ ما بعرف. لازم نشرب قهوة سوا. لازم نوقف ونقعد نفكر ونشرب قهوة. تعال عود لنشوف. يسلموا. كنت حاططها على النار وطلعت من نصيبك. القهوة مو طيبة يشربها الواحد لحاله، أقل شي شخصين لتصير طيبة. وشو كان حيصير لو ما أجيت أنا؟ بما أنك عم تدور على شي ما صار فبظن أنه جوابي حيكون صعب عليك كتير يا أستاذ. وهلأ إذا حسيت حالك ما عم تفهم كلامي شوف كيف صبها للقهوة. اللي صار ممكن يصير بس كلمة يا ريت ما بتفيد. صحة وأنا. شكرا. عن جد هالقهوة كتير طيبة. كل شي عم تقوله مزبوط بخصوص اني من الأعراف. وجودي هون ومعي القهوة بدل على اني من الأعراف. والروحة على البيت مثل الروحة على جهنم. ايه العشق بيجي وكأنه ريح عم تضرب المركب. هي عادات الإنسان، بيضل طول عمره عم يدور على الجنة على وش الأرض مع أنه هي بين إيديه. هي الجنة ممكن أنه تكون مطرح ما نحن بدنا. يمكن بتعرفه لهارون الرشيد. بيوم من الأيام كان بالغابة، طلب من رجال اسمه بهلول نار، قال له روح جيب لي شعلة من نار جهنم وتعا. الرجال متجوز، كيف بده يروح عجهنم؟ رجع وإيده فاضي وقال له يا سيدي ما في بجهنم نار، كل الناس عم تاخد النار تبعها لهنيك. ويمكن نارك هي تكون حسابك، شو رأيك يا ابني؟ عم أعمل اللي بقدر عليه. مزبوط عم تعمل هيك مزبوط، بس القصة لسه ما خلصت لهلا، لسه في إلها تكملة. هارون الرشيد لما ما قدر يلاقي نار جهنم راح قال له للرجال روح على الجنة وشوف إذا كان في نار هنيك. والرجال راح على الجنة مرة تانية ورجع فاضي. هارون الرشيد قال له شو بالجنة ما في نار ولا شو؟ قال له في سيدي في نار، بس قالوا لي عطي الكل أخذ إلي وإلك كمان. هارون الرشيد ما فهم وسأل ليش؟ قال له يا سيدي هن ما بيعطوا من هاي النار أبدا للي ما بده يحترق فيها. ايه اللي لازم تفهمه يا ابني، يلي بيخاف من النار ويلي بيطلع عليها من بعيد ماله نار ابنه وبيضل من الأعراف مثلك انت.
واقف بمكانه وما بيحترق ما بيحترق. إذا مالك جاهز للحرق فلا تروح على جهنم، وإذا جاهز تحترق فما فيك تروح على الجنة. والحب إذا فكرته هو الجنة فرح تلاقي حالك جوات النار، وإذا فكرته نار فرح تلاقي حالك بالجنة، وإذا ما عرفت بتصير من الأعراف. أنا قلت لك إنه الإنسان ما بيقوم إذا ما وقع، وهذا اختبار. الإنسان ما بيعرف إنه بريء إذا ما فهد باختبار. ما حدا بيضل حبه بريء إذا ما اختبرناه. حسرتي تتر دمان دمان، نرايا نرالالا جيتسم شهري إسطنبول فار. يا الله، مراد لا تلمسني. ياسمين شو ما اشتقتي لي؟ ها؟ ياسمين ليش؟ ليش برأيك؟ بعتذر. ما في داعي. كان لازم اجي بكير امبارح، بعتذر. ما في داعي. أنا ما بدي إياك تعتذر على شي بنوب. معقولة بتكرهيني لهالدرجة؟ في عندي شغل كتير بدي جهز الفطور، معلش تبعد؟ ايه بعد بعد. ما بيستنى الفطور شوي؟ ما بيستنى. طب منحب بعض ونحن جوعانين، ها؟ بدون ما نفطر شو فيها؟ البنات ما رح يموتوا من الجوع. مراد بلا جنان. ما بيهم امتى بيكون الوقت اذا بدنا نحب بعضنا، المهم نكون مبسوطين. حبيبتي الوقت بالنسبة للحب مو مهم. بالنسبة إلي مهم. كل شيء لازم يصير بزمان ومكان، هذا هو قانوني. ايه طيب طيب، لو اجيت امبارح بكير كنت زبطت مع قوانينك. ما بعرف، يمكن، بس شكله هذا الشيء ما رح يناسب ولا بوقت. بس هاي المشكلة مو مشكلة اليوم أو مبارح، أنتي دائماً هيك من لما ولدتي وأنتي هيك. يعني لو كنت جاية بكير مبارح أكيد رح تطلعي لي بحجة مثل العادة، مو هذا اللي بيصير؟ ما فيكي تتحملي وجودي. أنا
ما فيني سامحك من جوا. منيح هيك؟ انبسطت؟ هي هي الصراحة، ارتحت؟ بضل بحاول وبحاول بس ما عم تزبط. وهلأ رح غير تيابي وبعدها رايحة لحتى جهز الفطور. فطور لكان شغلة مهمة. الفطور مهم كتير. صباح الخير حبيبي. صباح الخير أمي. جدي ماله هون؟ قال رح يضل بالمزرعة. شو الحمية تبعك هالمرة؟ الموت على الأغلب. يلا يلا صب لي شوي زكاتك. يسلموا إيديك. شو صاير لون شفايفك؟ لا شغلة عادية بسبب الشغلات اللي عملتها مبارح. قال الدكتور بتروح بعد كم يوم، يعني القصة ما لها مهمة. خلص أمي، أنت أساساً حلوة، مالك بحاجة لبوتوكس وهالشغلات، ولسه من دكتور لدكتور. اي نعم، الشيء اللي قلته هلأ صح. حلوة؟ بس أكيد ما في مشكلة إذا كنت أحلى شوي، مو هيك؟ شو أبي ما فاق لسه؟ تأخر شوي مبارح، قال عنده شغل. إيه طبعاً، عم يشتغل كتير هالفترة. صباح الخير يا أجمل مرة بالعالم. صباح الخير. بوسة. شو الأخبار يا بطل؟ ناديت لك أكثر من مرة وما سمعت، شو في؟ لا ما فيني شي. ليش كبرنا كل هالقد يا رفيقي؟ هذا الشاب أكبر مني. استنى شوي استنى شوي، لا تقلبها دقيقة لشوف. مكتوب إنه عم بيخليهم يحقنوا بالفيتامين مو؟ معقولة هيك؟ طيب شو بيصير؟ يعني بيصير أنحف شوي. طلعي. سيموش، هي مو أول مرة ولا الثانية. ما بعرف شو عم تستني مستنية لحتى يقتلك. ما بعرف يا بهار. قولي لي شو يعني ما بعرف؟ بتروحي على المحكمة بتشتكي عليه وخلصت القصة. أنا مليت ولك الله ياخذني لحتى ارتاح من هالدنيا كلياتها. يا مجنونة، ما فهمت ليش هيك عم تحكي. ببساطة بتروحي لهنيك بتضبي غرادك وبتجي بتقعدي عندي. أنا بدير بالي عليكي، يعني فينا نصرف على حالنا نحن الاثنين، مالنا بحاجة حدا. كيف رح نعيش؟ معقول نعيش لحالنا نحن التنتين؟ ايه طبعاً معقول، ليش لا؟ بعد ما يضربني بيصير ما أحلى، بيتحسن بس بيرجع وبيعيدها. والله معك حق، شي يوم هالرجال رح يموتني. وهي انتي قلتيها. سيموش، انتي مالك بحاجة لفيصل ولا حتى لأي رجال تاني، ماشي؟ أنا وياكي فينا نحرك الدنيا على أصابيعنا. فينا نكون هيك وحتى أكثر من هيك كمان.
يلا لشوف، شربي الشوربة وهي سخنة ماشي؟ وأنا رايحة لأعمل شاي. طيب. ليش عم تضحك؟ خليني اضحك معك. بعدت لي معلمتك بالثانوية؟ أنا قلت لحالي إنه شغلها بالشركة رح يفيدك شوي. شفتك عم تشتغل كتير، قلت لحالي إلا ما تفيد. لا تشغل بالك بهالأمور ابني، خليك بدراستك. ليش مبارح لما كان عندك ضغط شغل وما إجيت على البيت ما قلت هيك؟ لا تلف وتدور، لأنه بالشركة أنت ما لك مكان يناسبك. أنت يلي بتقرر هالشي؟ أي نعم، لأنه أول شي أنا يلي عم بصرف عليك، وتاني شي أنا بكون أبوك مو أنت أبي. بابا، أنت هلأ مثل المراهق يلي عمره 18 سنة قوتك بمصاريك وعم تحاول أنك تخوفني فيها، وأنا مالي بحاجتها أبداً. بس أنت إذا خسرت المصاري رح تكون ولا شي. تعرف إنه المصاري ما بتعطي الإنسان القوة يا بابا. أوف! شو هذا الكلام من عند الصباح؟ ليش هيك عم تحكي؟ إذا خلصت محاضرتك أنا رايح عالشغل. يمكن صار لازم إنك تخسر كل شي لحتى تعرف منيح شو هي قيمة عيلتك. شو رأيك بابا؟ بهار فينا نحكي شوي؟ أوه سيد أونور، أنت ما كنت تتصل فيني أبداً. آخر مرة سكرت التليفون بوشي وقلت لي ما عندي أخت مثلك وأبي ما بيعمل هيك شغلات. شو صار؟ اسمعيني بترجاكي، صحيح بالبداية أنا ما تعاطيت معك، بس هلأ قررت أني أعطيك فرصة. الله الله، شو الظاهر وقعت حجر على راسك؟ شو صار لحتى قررت تصدقني فجأة؟ قلت لك قبل شوي أنا رح أعطيك فرصة حياتك بهار. ايه منيح، شو هي هالفرصة؟ خبرني لأعرف. استني مني خبر. رح نلتقي بالمكان والوقت يلي رح أبعت لك ياهن، وبتعرفي في عندي خطة بتجنن. على الأغلب معك حق، إجا الوقت يلي يدفع فيه أبي تمن الشغلات يلي عملها. خبر بيطير العقل، يا الله كأنه حمل وانزاح عن صدري. طيب يلا بشوفك، بتشكرك. شو هالحمل يلي انزاح عن صدرك بقى؟ أبي طلع؟ ايه طلع. كأنه عن الغنية؟ ايه ماما، لأنه مبارح رفيقتي تراجعت وبطلت تغني الغنية، وأنا قلت خربت القصة، بس في حدا محترف رح يغنيها هلأ. هي رفيقته لأونور اسمها بهار وقال صوتها بجنن كتير، رح روح هلأ وشوفها. ايه هذا هو الخبر الحلو حبيبتي. وأنا مبارح اتفقت مع الشركة اللي بتعرفها سيتاريا. يا سلام، رح نعمل حفلة. آخ أكيد الكل رح يتفاجأ. وأنا رح أطلع على المسرح مشان غني الغنية مع أختي المطربة كمان. أنتي رح يكون إلك حفل غنائي خاص فيكي، جهزي لي حالك يا فارة. ديرين، أنا ما بفهم بأمور الموسيقى، بس إذا بتحبي نحكي مع البنت مشان المصاري. إيه والله ماما، وأنا كمان ما بفهم بهي القصص. طيب رح احكي معها اليوم وبعدين منشوف شو بدنا نعمل مشان هذا الموضوع. بعدي 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 بسرعة، اوعك الدعسي، انتبهي انتبهي، بعدي من هون، لا تلمسيهم. ديرين في مجال تاخدي اختك، يلا طلعوا من هون، في عندك اختبار عن قريب ولازم تنتبهي على ايديكي، يعني بلا ما ينجرحوا هلأ.
بهار، انت رح تروحي؟ في عندي شوية شغل سيموش. بس ما رح تتأخري مو هيك؟ معقولة هالحكي؟ لا تقلقي يا بنت، رح خلص واجي لعندك فورا. طيب انت نامي وارتاحي. هلا انت رح تغني غنية بحفلة مثل العادة، ورح تغني وكأنه ما في شي، وبعد هالغنية رح أعرفك على أمي أول شي، وبعدين رح تنفجر القنبلة. ليكي، أمي وجدي رح يكونوا هنيك، يعني لما تحكي هذا الحكي قدامهم فشو ما بي كلياتهم رح يجوا يعانقوني ويبوسوا فيني مو هيك؟ على القليلة رح نظهر الحقيقة قدام الكل، وبهالطريقة بنحط حد للخدعة تبع أبي. شو صار؟ ما فهمت. كنت حاول أركض وراك لحتى أحكي معك، يعني من قبل رحت سجلت بصالة رياضة خصوصي لحتى أقرب منك، وصار لك شهور ما عم تصدقني، وهيك فجأة فقت الصبح وصرت بدك تصير داعم لإلي، فبظن من حقي إنه أسأل شو يلي صاير؟ شو ما صار يصير. هلأ أنت معي ولا مو معي؟ فيك تقولي لي قرارك. ما بعرف إذا أنت كنت عن جد معي، وإذا كان اللي قلته مزبوط. شو عملت مشان الست سما؟ ما قدرت تلاقيها يا أخي، عم يقولوا إنه تجوزته وانتقلت، ما حدا بيعرف. بدك تلاقيها بأسرع وقت. عم بعطيكم مصاري بتطمركن، بدي إياكن تفتلوا البلد كلها وتلاقوها بأسرع وقت. الغنية باينتها حلوة. ما فيكن تغنوا مع بعضكن؟ لا ما بصير، على الأغلب أنت نسيان لما معمر سمع صوتي شلون طلع من الصف دغري. برأيي أنه كان ظالمك شوي. عن أنو معمر عم تحكوي اللي بيمسك العصاية دائما؟ معقولة تاخدي برأيه؟ الكل بيقولوا عن هالزلمة أنه غراب، غني ولا تردي عليه. أنت كنت بنفس المدرسة؟ عن جد مالي مصدقة، أنا ما شفتك من قبل. أنا صار لي كذا سنة ما مريت على المدرسة، يعني ما كان عندي وقت لمر. انتي لساتك جديدة؟ ايه. طيب تركينا من هالقصة، أصلاً ما بيعملوا شي صح، يعني أنا بقول إنه لازم أترك هالمدرسة أحسن. عم تحكي عن جد؟ ليش؟ ايه يعني شو هالحكي؟ لا تستعجلي، يمكن أنا أرجع عليها، هذا الشي منيح، وهي صار عندي رفيقة حلوة مثلك انتي.
هالشي بيشجعني. عن جد عم تفكري بالرجعة؟ يعني في عندي مشكلة مالية صغيرة هلا، إذا حليتها ممكن فكر بالدكتورة. هالشي منيح، أنا هيك كمان ما رح مل. إيه اتفقنا لكم، أنتي بتلحني وأنا بغني، رح ننبسط كتير بهالطريقة، رح نقضي على معمر على الآخر. ألو ياسمين. مراد، نحن طلعنا من عند الدكتور وقالوا إنه نتائج التحليل ممتازة كتير، يعني صار فينا نرتاح شوي هلأ، وحبيت إني خبرك. خبر حلو. طيب لازم نحتفل، تعالوا نطلع ناكل كلنا. لا يعني هلأ إجا لازم ترتاح، ما لازم نخرب للنظام تبعها. خطوتين وبتكونوا عندي. ماما خلينا نروح لعند أبي. عم بحكي ليكي، شوفي الوردات. إجا بدها ياني، ليش ما رح تجي؟ لا بلاها هلأ، بلاها، لا تصروا علي. انت عم تعاقبيني مو هيك ياسمين؟ مشان اللي صار الصبح. لا تخبص مراد، شو إله علاقة هالشي؟ كيف ما إله علاقة ياسمين؟ أنا بعرفك بتضلي بتحكي معي عادي، بس بتكوني متضايقة. لهيك بدك تعاقبيني هلأ مو هيك ياسمين؟ بترجاكي حاجة تنتقمي مني. أنا كنت بدي خبرك بالتحاليل ولهيك اتصلت. طيب مثل ما بدك، فما في داعي تعطل حالك وتعطلني. على كل إن منلتقى بالبيت المساء. طيب ياسمين. طيب ماما خلينا نروح لعند أبي. ما فينا نروح حبيبتي، أبوك في عنده شغل كتير. تعي لنشوف. شو يا شريكي الحلو، خلصت التقارير؟ وينهم؟ ما تواخذني، ما خلصتهم بارلاس. شريكي مدمن الشغل شبه. شو عملت طول الليل؟ كنت طالع على الصيد؟ شو عملت؟ شو عم تحكي أخي؟ يعني ما فيني اتنفس شوي؟ طيب شريك لا تعصب، ما في بالعادة، مشان هيك سألتك. انت منيح؟ خير؟ أنا تعبان شوي بارلاس. طيب أخي لكن ليش قاعد هون؟ روح على بيتك، ارتاح بالبيت ومنشوف التقارير بعدين. ارتاح، وين المشكلة؟ هي أنا بالشركة يلا، وفيني مشي الشغل. لا تتعب حالك، تتعب أكتر، أنت لازمنا، ما بصير تتعب. Say yeah.